ياسمين عندها 25 سنة، البنت دي مجتهدة جدا جدا ومعاها الشهادات قد كده، عشان كده اتجرأت وجات الشركة الكبيرة قوي دي عشان تشتغل فيها. بس مجرد ما نزلت بالتاكسي وشافت الشركة قد ايه كبيرة اتخضت من منظرها وقالت معقولة هتجرأ وادخل الشركة الكبيرة دي؟ بس يلا امري لله. دخلت الشركة عشان تجرب حظها، اصلها اترفضت من 15 شركة قبل كده، كانت دايما تقدم السي في بتاعها والناس كلها ينبهروا بكل اللي موجود جواه، بس اول ما بيشوفوها بيتخضوا من منظرها، لان الشركات الكبيرة اللي زي كده بتبقى محتاجة مظاهر قبل الكفاءات. عشان كده ياسمين كان حظها قليل جدا في ان هي تتقبل في الشركات الكبيرة اللي زي كده، واول اصلا ما الريسبشن شافها استغربت جدا وقالت معقولة يعني البنت دي رايحة تتقدم لوظيفة كبيرة زي كده؟ بس قالت تديها فرصة ووافقت تدخلها. دخلت ياسمين وهي خايفة جدا ان هي تترفض زي كل مرة، واول ما دخلت لقيت كل البنات اللي قاعدين ومستنية شكلهم شيك قوي ولبسهم أشيك وريحتهم أشيك وأشيك، عشان كده هي كانت حاسة ان هي هتترفض، بس قالت اهي تقعد وتعمل اللي عليها زي ما بتعمل كل مرة. قعدت وهي عارفة ومتأكدة مصيرها هيكون فين، لكن قالت تجرب حظها. قعدت ودخلت واحدة ورا التانية وهي قاعدة ومستنية دورها، وبيدور في دماغها ألف فكرة وفكرة، معقولة يعني هيسيبوا كل الجميلات دول كلهم وياخدوني أنا للوظيفة؟ طب وليه لأ؟ ما أنا معايا سي في أكبر منهم كلهم، أنا أصلا ضيعت عمري كله في الدراسة، معقولة يعني حظي هيكون قليل بالشكل ده؟ يا رب اديني فرصة واحدة، فرصة واحدة بس، فرصة واحدة بس. فضلت قاعدة ساعة ساعتين عشان تستنى دورها، وفي الآخر ما تبقاش اللي هي. استغرب جدا محمد، كان واقف وما كانش عارف هي مين البنت اللي جاية دي وازاي اصلا تجرؤ تدخل شركة كبيرة زي كده. قعد يسأل نفسه ادخلها ولا ما ادخلهاش، فضل يبصلها وهي تبصله مستنية ان هو يقولها اتفضلي على جوه. قال يدخلها وخلاص لانها اخر واحدة، عايزين يروحوا بقى خلاص كفاية كده ميتنج النهاردة. وفعلا نادها على اسمها اخيرا، قامت وهي بكل ثقة وواثقة من نفسها. قعد يبصلها ومستغرب كمية الثقة اللي هي حاسة بيها دي كلها ايه. وكان في المكتب قاعد حسن مدير اعمال زياد، قال لها اتفضلي اقعدي هخلص اللي بعمله على الموبايل وهفضل حضرتك حالا. دخلت المكتب وقعدت مستنية ان هو يبدأ معاها الاسئلة، فضل يوصلها وقال في سره سلام قولا من رب رحيم. ايه ده؟ ودي هتشتغل معانا في الشركة ازاي دي؟ دي لو معاها ايه مستحيل يشغلها في الشركة. فضل بصت لها ومش عارف يبدأ معاها اسئلة ولا يمشيها من برا برا، وهي فضلت قاعدة ومستنية الاسئلة عشان ترد عليها. قال لها مرة واحدة بقولك ايه، هو انت مؤهلاتك ايه ولا انت معاكي ايه اساسا ولا انت جاي تضيع وقتنا؟ ردت وقالت له بمنتهى الثقة لا طبعا انا معايا السي في بتاعي، حضرتك ممكن تتأكد مني. وفضلت ترسله على الحاجات اللي هي واخداها والدراسات اللي هي عاملاها واللغات اللي عندها، وبصراحة السي في بتاعها كان ممتاز وهم فعلا محتاجينه في الشركة هنا، لكن في نفس الوقت مظهرها مش قد كده يعني، بس جدا له فكرة ان هو ممكن يقبلها يعمل مقلب في زياد وبالمرة يستفاد برضه من خبرتها. عشان كده هو ابتسم بعد ما كان ملامح وشه كلها غضب وقال لها اهلا بيكي معانا في شركتنا، وتفضلي امضي كل الاوراق اللازمة عشان تدخلي وتشتركي معانا في الشركة هنا،
واتمنى تكوني عند حسن ظننا، لكن انتي للاسف مش هتشتغلي في الشغلانه اللي كانت مكتوبه في الجرنان، انتي هتشتغلي شغلانه تانيه خالص. استغربت وقلبها وقع لما قالها مش هتشتغلي الشغلانه دي، افتكرت عشان شكلها يعني هيشغلها في اي شغلانه والسلام في الشركه. وقتها هو فاجئها وقالها ان هي هتشتغل سكرتيره المدير. وقتها قلبها طار من الفرح وقالت قد كده انا محظوظه، ده فعلا المظاهر مش كل حاجة، والشركة دي كده شكلها بتقدر المواهب اللي زيي. فضل حسن يتكلم ويفهمها على طبيعة الشغل اللي هي مطلوبة منها، وفعلا هي كانت بتسمع بمنتهى الاهتمام وكانت فرحانة جدا بفرصة زي كده اي بنت مكانها تتمناها. حسن كان في دماغه وقتها ان هو يعمل اكبر مقلب في صاحبه زياد، عشان هو أصلا بتاع بنات ومتعود على السهر وعلى خروجات الحلوة، حب يعلمه الأدب ويخلي البنت دي تبقى في وشه ليل ونهار. وفعلا زياد كان من نوع الفرفوش جدا اللي بيحب الأشكال الحلوة والمظاهر الحلوة، وكان دايما معظم وقته بيقضيهم سهر وخروجات وما كانش مركز في شغله أبدا، وكان هو صاحب الشركة. كان بيقضي ليلة ظريفة زي كل ليلة وما كانش عارف خالص المصيبة اللي مستنياه في المكتب. وبعد ما حسن خلص شغل راح لزياد على المكان اللي بيسهر فيه وقال له ان هو عامل له مفاجأة. رد زياد وقال له يا ترى ايه المفاجأة؟ قال له انا جبت لك سكرتيرة، انت طول الوقت كنت بتدور على سكرتيرة شاطرة وتكون مؤهلات عليا. قال له بجد؟ مش مصدق، احنا فعلا محتاجين سكرتيرة تكون شاطرة وتشيل عننا الشغل شوية. برافو عليك، رد وقالوا لا ده انت كمان هتتبسط جدا لما تشوفها، مش عارف اقولك قد ايه هتتبسط. رد زياد وقالوا انا عارف اختيارك، انت عارف طبعا انا بحب ايه ومتأكد ان انت اخترت اللي انا بحبه. وفعلا تاني يوم راح زياد الشركة وكان متأكد وواثق ان حسن اكيد عامل له حاجة حلوة كده يفرح بيها ويتفائل بيها. على الصبح دخل المكتب ومحدش خالص قال له على اللي حصل ولا على اللي مستنيه، لكن كل اللي في الشركه كانوا مستنيين يشوفوا رد فعل زياد هيبقى عامل ازاي لما يشوف السكرتيره الجميله اللي شغاله عنده النهارده. وفعلا كل الشركه اتجمعوا وقعدوا يتفضلوا مع بعض عشان يشوفوا رد فعله هيبقى عامل ازاي. وفي اليوم ده ياسمين راحت الصبح على مكتبها، اول ما دخلت المكتب كانت فرحانه جدا، معقوله المكتب جميل الشيك قوي ده هيكون بتاعي انا، خلاص الدنيا ضحكتلي، مش ممكن احس ان انا حزينه او مهمومه في يوم تاني بعد كده، كل همومي اتحلت. دخل زياد ولقى البنت دي قاعده مكان السكرتيره، استغرب جدا، فضل واقف متنح ومستهل كده ومش عارف هي مين دي ولا دخلت هنا ازاي ولا يكون هو غلط في المكتب ولا ايه، وكان فاكرها قاعده غلطه. عشان تكملوا معايا بقيه الحكايه اتمنى منكم تستنوا شويه صغيرين وينزل الجزء التاني. اشوفكم على خير، هستناكم، سلام.